أقول ناصر؟ عيون ناصر. أنت للحين تحبني مثل أول؟ شو معكش؟ حبس مثل أول وأكثر. بس ليش السؤال؟ ما أدري. يعني بالأول تسألني كل شهر عن الحمل. ما أدري. وقفت. إيه ما أدري بس ما حبيت أسألك وايد عشان لا ضايقت. بس أنا أحس إنه يعني كذي لهفة بقلبك وقفت. لا يا عمري بالعكس. بس حب لك هو اللي خليني أتردد إني أسألك. زين وإذا قلت لك إن أنا حامل إيش بتسوي؟ شنو؟ صدقت؟ يعني معقولة ما حسيت إن بطني كبر؟ لا. لا ولي سلمت. قولي لي صدق. أنا حامل. يا عمري أنت يا عمري أنت يا عمري يا عمري. بدري عيب الطريق. يا الله يا رب يا رب. هاك هاك باك الصحن كله الحين. شلون ناشي؟ طمنيني عنه، عسى مستانس. طاير من الفرح. الحمد لله رب العالمين، ربي يسعده ويهنيه ويرزقه بالذرية الصالحة، بنات وصبيان كوكش يحومون حواليك. الله كريم يا اختك. هو سبيكه؟ خيتي ايش فيك عسى ما شر؟ الله يا اختك ماني مصدقة ان ناصر راضي يزوج ناشي. ليش حبيبتي؟ ناشي ما عليه قاصر، وبعدين هو ولد عمها. شنو يعني؟ توا يصير ولد عمها؟ لا حبيبتي، بس الحين ناشي غير، تغير حاله، وهذا اللي غير راي عمه فيه. والله يا اختك ودي اصدق بس ماني قادره. لا تديرين بال يا حبيبتي، ان شاء الله كل الامور بتتغير. ان شاء الله. سام طال عمرك. اسمع، ابيك توزع مكافآت حق كل موظفين الشركة اليوم. في مناسبة ولا شيء؟ والله بيني وبينك لوجه الله انا مستانس وابي اونسهم معي. الله يسعدك اني واخر طال عمرك. بزال حسناتك ان شاء الله. بس ها سام، ابيك تحرص ان اليوم توزعهم. ها الحين ابلغ الشؤون المالية. يلا عندك.